مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نعرض لكم بداية الإنتاج الجديد لهذا الموسم من الفراح. كما تلاحظون هذه مجموعة من الفراح وهي بداية الإنتاج لهذا الموسم. فراح ما شاء الله ألوان جميلة وفراح بصحة جيدة. مجموعة جميلة ما شاء الله وألوان جميلة. طبعا هذه الفراخ هي بداية الإنتاج، وسوف نعرض لكم إن شاء الله الإنتاج باقي الإنتاج الكثير إن شاء الله في من الطيور المحمية في مقاطع قادمة إن شاء الله. اليوم فقط سوف أعرض لكم هذه المجموعة من الفراخ الجميلة وبداية إنتاج ما شاء الله جميل جدا. هذه نفس المجموعة من الفراخ بعد أن كبرت وأصبح عمرها تقريبا شهر أو 35 يوم. هي نفس المجموعة من الفراخ السابقة في نفس هذا المقطع. تابعوا معنا باقي المقطع وشاهدوا الفراخ الجميلة والإنتاج الجميل، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.